الزور كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا الفيديوهات ديالي دائما يوصلوكم وانتم فرحانين وناشطات والابتسامه مرسومه على وجهكم. هادشي انا هو المهم عندي، شي حاجه اخرى تجي من بعد. ثاني حاجه كنتمنى ان الوصفات ديالي والتمارين اللي تنعطيكم انها تلقاو عليها نتيجه. خلوا لي لي كومونتير ديالكم وقولوا لي واش كاينه النتيجه على الفيديوهات واللايفات ديالي. من طبيعه الحال التعاليق ديالكم كتهمني. غادي نقول لكم اليوم ما جاب لكم لا رياضه لا نشاط لا شطيح، اليوم جاب لكم شي حاجه اللي اهم من هادشي كامل، وهما ان جاب لكم جوج وصفات اللي زوينين بزاف وغادي تشكروني عليهم. وهي الوصفه الاولى غادي تكون عباره على ماسك للوجه، او غادي نقولوا ماسك للوجه بالنسبه للبنات اللي كيعانيوا من الليطاش. العلك وشنو تنديروا؟ تنديروا في شي طاسه بحال هذه، يعني الطاسه تكون بحال شي حاجه تكون ديال الزاج او ديال الخشب، الا كانت الخشب من الاحسن. كنشدو خاصو يولي على شكل ديال العسل، شوفوا كيفاش داير، غادي يولي على شكل ديال العسل. ها نتوما انا غنخلي لكم فيديو مبسط غادي تشوفوه كيولي على هاد الطريقه هذه، يعني على هاد الشكل هذا. هانتوما كتشوفوا على هاد الشكل. من بعد غادي نحاول انني غادي نقسم، لانني باغا نخلي باش ندير الماء الماساج، غادي نحاول نقسم هاد الوصفه هادي على جوج. هذا غادي نستعملوه تقريبا معلقه كبيره، وهنا غادي نخلي داكشي اللي بقى ليا غادي نستعملو الماسك. شنو غادي نزيد على الماسك؟ غادي نزيد عليه الزعفران الحر. غادي نحاول ناخذ شويه في طفيراتي، شويه ديال الزعفران يكون حر. كنشدو كنحاول انني نديرو ونطلقو نخليه، لان الوصفه غادي تبقى، غادي نقول لكم الوصفه غادي تقريبا غنخليوها حتى الغد لين عاد باش اننا نديروها للوجه ديالنا. المهم كندير غنزيد شويه ديال الزعفران. غادي ناخذ معلقه كبيره ديال الويفيرا، لما متوفرش عندكم الويفيرا ماشي مشكل، لان الويفيرا هي اللي كتعطينا الترطيب. غادي نحط هنايا دوزه على جانب، غادي نزيد عليه شويه الماء ورد، غير شويه ديال الماء ورد لانه هو بايت في الماء ورد. وصفه سريعه جدا. ها هي غادي نحاول نخلط مزيان. كتلاحظوا ان الزعفران بدا كيطلق لينا داك الماء ديالو، غادي يولي لينا بحال هكا. انا غادي نخلي لكم الفيديو تشوفوا كيفاش غادي يولي لينا هاد الزعفران، كتولي لينا بحال الجيل. شوفوا في الفيديو القلفوه غتبلي تبان لكم بحال لو جيل. كنشدوها ملي غادي نخلطوا بهذه الطريقه هذه، غادي نشدها، هذا هو الوجه ديالي، وغادي نولي نديرو على الوجه ديالي بهذه الطريقه هذه. الوجه خصو يكون نقي، ما نديرهاش على الوجه ديالي موسخ، خصو نغسل بالصابون ونديرها على الوجه ديالي بهذه الطريقه هذه. صافي، وكنخليها تقريبا، لا انا غنخليه الليله كامله في الوجه ديالي، لانه غير ماسك ما عنده ما يدير لكم، ما فيش دي المواد الكيماويه او المواد اللي غدير لكم تاثر لكم على البشره. فغادي نخليه ليله كامله في الوجه ديالي، والغد لين غادي نغسلو. لان علاش؟ باش هاد الوصفه ان المكونات اللي كاينين انهم يعطيو واحد النتيجه زوينه للوجه ديالنا وتفاعل لنا مع البشره ديالنا. فانا دابا هذا وجدتو ما غنستعملوش اليوم، غنستعملو حتى الغد ليه. هذه بالنسبه للوصفه الاولى ديال الماسك. غندوز للوصفه الثانيه، من طبيعه الحال نغسلو الوجه ديالنا الصباح بالصابون ونديرو شي كريم الواقي الشمسي ديالنا والمرطب. من طبيعه الحال غتلاحظوا انه هو اصلا مرطب، هو غتحسوا بالبشره ديالكم بدات كتلصق، سي نورمال، ولكن ملي غتغسلو غتحسوا بالوجه ديالكم رطب. ثاني حاجه غادي ناخذ قرعه، هذا دابا غادي ندوزو الماساج. الماساج غادي ناخذ كما قلت لكم قرعه، شي طاسه تكون بحال هكا ديال الزاج اللي كتسد باحكام. غادي نحاول انني نخلي معلقه كبيره، غنزيد عليها معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، غنزيد عليها معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، زيت العود هو زيت الزيتون. غادي نزيد عليها معلقه كبيره ديال الكوكو او زيت الكوكو اللي عندكم متوفر في الدار. غنزيد عليه معلقه كبيره ديال زيت الكوكو، كنعرفوا انه عنده فوائد ديال الترطيب، توحيد البشره، بزاف ديال الاشياء. غادي نزيد عليه شويه ديال زيت الورد، معلقه كبيره ديال زيت الورد، وغادي نديرو
كنحاول انني نخلطوه حتى يولي على شكل كريمي، يعني كتشوفوا كيولي على شكل كريمي بهذه الطريقه. كيولي خاصني نخلطو، ما يبقاوش دوك الحبيبات كيبانوا ليا في الخليط. هانتوما كنحاول فيما بانت ليا شي حبوبه شي حبوبه نمعسها كنحاول انا يندمج بيناتهم، ما نديروش في سميتو ما نديروش في السخونيه، لا كنخليوه في الغرفه عاديه جدا. من بعد كنسد عليه. اول حاجه دابا قبل ما غنسد عليه غنوريكم الطريقه كيفاش انكم تماصيو البطن ديالكم. هذه هي البطن ديالي، هذه هي البطن ديالي. كتشوفوا غادي ناخذ واحد شويه كنشد كندوز على البطن ديالي بهذه الطريقه هذه، يعني كنحاول نمشي بالطريقه اللي كتشوفوني دابا كندير، كنحاول نهبط ونطلع، نحاول نهبط ونطلع، كنزيد عاوتاني شويه وكنبقى انا تتشوفوا يعني فيه واحد الريحه زوينه بزاف. كنطلع دابا نعطيتكم غير من ناحيه البطن، انا غادي ندير معكم غير البطن ديالي، نتوما ديك الساعات غادي ديروا على الجسم ديالكم فيما كان عندكم شي مشكل في الجسم، ديروا على الجسم ديالكم كامل، بالاخص البنات اللي كيعانوا من الشراطي، بالاخص البنات اللي عندهم ترهلات بالرياضه والاكل الصحي كيوليو عندنا هاد الترهلات، فخصنا ضروري ما نديروا المساج جوج مرات في الاسبوع حتى ثلاثه المرات في الاسبوع. كنولي كنخدم هكا المساج بهذه الطريقه هذه كيف ما تتشوفوا، كنبقى نطلع وكنبقى نجيب شويه، يعني كنحاول انني نطلع المساج ونهبط. المهم هذه الطريقه ديال الكرش، نحاول انني نبقى تقريبا حتى 10 ديال الدقائق وانا كنماصي في البطن ديالي 10 ديال الدقائق. من بعد هذا المساج هذا البنات كنحطوه على الجسم ديالي، فاش كنقول انا غادي ناخذ المرفق ديالي هذا هو الجسم ديالي، غادي نحاول انني ناخذه ودائما كنمشي في اتجاه الدم في انتي سيركولي، يعني كنحاول اني دائما نطلع الفوق ونمشي يعني بالبطء، يعني بدوا حركه دائريه على الجسم ديالي كامل. بالنسبه لي انا هذا البنات اللي كيعندهم الشريطات حمرين فهذا غادي ان شاء الله مده ديال نقولوا 15 يوم غتشوفوا ان شاء الله النتيجه الا داومتوا عليه، وكذلك حتى الجسم ديالكم غتشوفوا ترطيب كبير كبير في الجسم ديالكم. فكنبقى نطلع فيما كان عندي شي مشكل كنبقى نطلع بالمساج وكنطلع هكا بحال دابا كنقول هذه هو الفخذ ديالي، هذا هو جهه المؤخره، فكنحاول نبقى نطلع بهذه الطريقه هذه، كنطلع مزيان دائما تبعوا السيركيلاسيون ديال الدم ديالي بهذه الطريقه، كنبقى نجيب عاوتاني ونطلع ما نوركش بزاف، المهم تكون دائما ونعاود ندير حركات دائريه على الجسم ديالي. المهم هذا هو المفعول، هذا هو المكونات اللي كاينين فيه كلهم كما قلت لكم طبيعيين، اعتمدوا عليه ان شاء الله جوج حتى ثلاثه المرات في النهار في السيمانه وردوا عليا الخبار، غادي تشوفوا واحد النتيجه مبهره. سواء الماسك اللي حضرت معاكم هو هذا ديال الزعفران، شوفوا كيفاش كيولي. انا ان شاء الله غادي البنات اللي تتبعني غيدخلوا للستوريات غيلقاوني انني غادي نديرو ان شاء الله اليوم بالليل وغادي نبات به، انا كنت باغا نخليه حتى لغد الليل لكن غادي نحاول انني نديرو اليوم ان شاء الله. وكيولي الجلده ديالك كتولي على هذه الطريقه هذيك، يعني الجلده ديالك بحال اللي كتحسي بها تتكمش كيلصق، يعني بحال انك دايره شي جيلاتين للوجه ديالك. من بعد ان شاء الله الصباح غادي نغسلو ونشارك معكم ان شاء الله النتيجه. المهم كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، خليكم معايا انا جايه قلت لكم الوصفه ديال اليوم، كنقول لكم تحيه لكم، شكرا على المتابعه، ما تنساوش لاول مره تشوف القناه ديالي تنقول لك ما دخلي راكي ما غتندميش، راكي ما غتندميش، راه هرمون السعاده غيولي يجيك حتى المخيخ ديالك كنقول لكم تحياتي لكم، ليله سعيده والى اللقاء ان شاء الله حتى الفيديو جديد ووصفات جديدة إن شاء الله. بيزويات.